لا مؤاخذه يا هانم، هو جرس الانصراف ضرب ولا لسه؟ لسه الحمد لله. اصلي اختي صغيره، لسه صغيره وما بتعرفش ترجع البيت لوحديها. انا مش عارف اعمل لك ايه، اذيك؟ الناس هتقول عليا افترى على اخوه الصغير. محمود انا مش سكران. امال في ايه؟ قلت لك ايه هو اللي قلته لي. فرصة اشتغل في السينما، ماما مش عارفة ومصممة انها تمنعني. سيبنا الحكاية دي شوية نتفاهم فيها مع ماما ونحاول نقنعها انا وسبعاوي. وصلها للطريق اللي مشيت فيه، ليلتها كان جاي يغتصب منها فلوس. في تانية دي يا ابن حميدو؟ شجرة موز يا ابني، دي كبيرة قوي، دي طارت الخيط، خد بالك منها كويس هتوصلنا لكل حاجة. يلا لا مؤاخذة يا هانم، هو جرس الانصراف ضرب ولا لسه؟ لسه الحمد لله. اصلي اختي صغيرة، لسه صغيرة وما بتعرفش ترجع البيت لوحديها. وشك حلو عليا، اتفضلي. وليش الكرم كله؟ ده رزقي، اول ما جيت دي السناره غمت. وقبل ما اجي ولا سمكه كانت تسال فيا. اشرف ناديه تعالي اقدم لك امال خطيبتي. انت ما تعرفيش استاذ رجب القاضي ولا ايه؟ اهلا وسهلا. الانسه سماره زميلتنا في المجله. اهلا. اهلا وسهلا. شفتي فيلمه الاخراني؟ طبعا شفته. والحقيقه ما عجبنيش قوي. ما كنتش تنصر بنت غجريه على بنت عمك. انا ما عنديش خيار وفقوس، بقى كمانها فقيره ندوس عليها برجلينا؟ ما كلنا اولاد حواء وادم، بس هم اتخلقوا فقراء واحنا اتخلقنا اغنياء. قصدك ايه يا فندي؟ قصدي ان الفقر مش عيب. يلا تعالى معايا. خلوه عندي. ايوه هتسيبه لوحده؟ خليه هو يحتاكله. اه تاكله. ياك تنسيه ست سميحه بتاعتك. كفايه بقى كلام في الشعر والعبقريه. امال عايزني اتكلم في ايه؟ نتكلم في حياتك، في مستقبلك. كده انت عندك خطه جديده بخصوص مستقبلك؟ بصوري فكراني انا مرمي عليها؟ انا ابدا. هي فيها عيب واحد بالنسبه لك، ليلى غير كل البنات اللي عرفتهم. مين قالك تبتع دولابي؟ ما هو اصلي تتجرأ ازاي وتلبس هدومي؟ ما انا ما عنديش. انا مش مفصل لك بدله اول سنه؟ ما هو مفيش غيرها. وتم فتح مصر على يد عمرو بن العاص وعمت العداله البلاد، وقال الناس وحشين قوي. الكتاب مش مكتوب فيه كده يا استاذ. انت لسه يا احمد بتفكر في الطار؟ كل شيء مضى وراح يا ابني. انما ما راحش عن بالي ابدا. انسى ازاي امي وابويا واختي اللي اتقتلوا قدام عيني. نفسك تنتقم منه برضه هعجزه زي ما عجزه. لو حصل العكس شفت لك مخك تخين، انا بقى اقدر اخليك تدغدغ.
تحمد ربنا انه رماني في سكتك، ولو كنت نخت لهم كنت سبتهم يخلصوا عليه. يعني ايه بقى؟ كنت هتقف تتفرج وتسيبهم يضربوني؟ أعزائي المشاهدين، نحن نوجه لكم دعوة للتفكير والمناقشة. كنا في هذا الوقت كنا زي ما احنا كان عبد الحليم وانا فادن عمر وحلم حليم جت كده التركيبه، جت كده لو كانت قبل كده ولا بعد كده كانت بقت كده.